أمة الله تتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحانة جدا والله إن أنا بكلم حضرتك. وأنا كمان أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. بالله عليك، أنا ليا سؤالين بسرعة أقولهم عشان ما أخدش وقت. طيب اتفضلي. أول سؤال، أنا عشت مع زوجي 25 سنة. طيب. جه في آخر سنة حصلت مشاكل ما بيننا، يا رب ما يكون وكان من اتجوز عليك. ما هو حضرتك بعد ما حصلت مشاكل كانت في حياته حد يعني، وطلقني وانا ما كنتش انا عايزه بسأل اتطلق، سؤال، هو ازاي في حياته وراح حد، اتجوز. ازاي في حياته حد وهو كان راجل متدين يعني؟ وبعدين حضرتك يعني حب يرجع تاني ليا تاني، بس ما كانش معايا رجعني. فالمهم توفاه الله، وانا اللي لقيت الشهاده، وانا اللي كنت بحضر له عشان ولادي يغسلوه. طيب يعني انت يعني هو انتقل الى الرفيق الاعلى وانت مش مراته؟ ما تخافيش يعني، ما يعني انت لو عايزه تبقي زوجته في الجنه ما تخافيش ان شاء الله. ايوه انا يعني نفسي اكون معاه في الجنه، لان انا ما يعني والله بحبه جدا. هتكون ان شاء الله، بس اهم حاجه هو عايز، كان هو عايز يرجع لك ولا لا؟ عشان بس ايوه، بس ربنا ما مش كانش هيخصمه معاه في فلوس الجنه المأذون. لو ما يشاؤون فيه، فهو لازم يكون يعني هو عايز يعني. ايوه، لا هو كان عايز والله. طب خلاص اطمئني وطيبي خاطرك وما تخافيش. السؤال الثاني. عندي ابني عنده 20 سنة، سلام. بيضربني وبيشتمني لا حول ولا وبيتفع قوة إلا عفوا بالله، على وشي، أعوذ بالله. وانا غصب، وانا وصلت معاه لمرحلة ان انا مشيته من البيت لانه بيأذيني. سؤال، هو مدمن؟ هو بيشرب. ايوه، طيب. فانا دلوقتي عليا خايفه من ربنا، لانه هو بينام في الشارع، خايفه ربنا يحاسبني عليه، وفي نفس الوقت خايفه اجيبه لانه بيعمل طب هو مشاكل بيعمل كده عشان كتير. ياخد منك فلوس عشان البلا اللزق اللي بيشربه ده؟ لا، هو كان نفسه انا اللي اموت ووالده هو اللي يعيش، من بعد والده كرهني اكتر. بس هو سؤالي دلوقتي، هو كان بياخد الفلوس من ابوه يعني؟ ايوه، كان بياخد من والده. يبقى هو كان هو عايزه يفضل عشان ياخد الفلوس منه ويجيب الهباب اللي هو بيشربه ده؟ ايوه. طيب انت بقى بتسألي، بتقولي هل انا كده غلطانه في ايوه، اول حاجه لازم نعرف درجه الادمان. انا في رايي ان انت تتصرفي وتوديه مكان لعلاج الادمان، لان هو في الحقيقه هو ده اضطراب نفسي يعني، هو بيعاني من الاضطراب النفسي. انا اسف، بس انا رايي يعني ان ما تسيبوش في الشارع وما يفضلش عايش معاك. شايف المعادلة شكلها ايه؟ ما تسيبوش في الشارع لانه كده هو هيضيع، وفي نفس الوقت ما تسيبوش معاك. ليه؟ لانه هيضيعك، لانه واضح ان هو لما يوصل للمرحلة دي من الاضطراب النفسي ان هو يضربك، احنا ما نضمنش بقائه معاكي ممكن توصله لايه، لان الاضطرابات النفسية ما بنعرفلهاش حدود. يبقى الحل ببساطة خالص وبيسر، خديه وديه مصح، وهو ده الحل، هو ده الحل بكل وضوح. هو في مرحلة خطرة، فإن شاء الله ربنا يعينك ويساعدك على إنك أنت تعملي ده، وده واجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. في الحالة اللي زي دي الدواء بالنسبة له واجب، إن هو التداوي بالنسبة له واجب عشان هيضيع. طيب، فإن شاء الله ربنا يعينك وتفعلي ده إن شاء الله.